سلام، واش راكم البنات؟ ان شاء الله راكم كامل بخير وعلى خير. رجعت لكم بالفيديو تاع الخياطه. انا هنا عندي قماش تاع بوتشامو جاي شغل دا يصلح لي روب تاع الخرجه في الشتاء، يصلح لي روب مونطو، يصلح لي جيب. المهم تقدروا تخيطوا به الموديل اللي حبيتو، جاي مليح ويدفي في الشتاء سيرتو اللي يشتو يلبسوا لي روب. انا هنا عندي 3 مترات و20، راح نوري لكم الطريقه كيفاه نطبق القماش وكفاه راح نفصل. شوفوا معايا هنا، انا كما قلت لكم عندي 3 مترات و20 هكا في العرض. الطول كما معروف الطول تاع القماش فيه متره ونص. انا هنا نحيت من هنا نص متره، هذه راح نقصها باه ندير بها لي مونش. من بعد هنا القماش اللي يبقى لي دوك نوري لكم ثاني كيفاه راح نقصه. شوفوا معايا هنا، بعد ما نحيت نص متره تاع لي مونش قداه قعد لي من 3 مترات و20، قعد لي 2 مترات و70. 2 مترات و70 هذه راح نفصل بها لاروب تاعي. بصح اول حاجه الطول من هنا كما قلت لكم عندي متره ونص. انا واش راح ندير؟ راح نحسب من هنا. شوفوا معايا وراني دايره يدي طراسيت، قيس 50 سنتيم من هنا، راهي ما تبانش درتها بالاخضر. طراسيت 50 سنتيم هذيك باه نديرها من تحت تجي لارج وتجي فيها يجي فيها التكماش. دركا راح نحي هذا 50 سنتيم من تحت، نخليها على العرض كامل. صافي عندي 50 سنتيم على 3 مترات على 2 مترات و70. هذيك راح نستعملها كامل تكون من تحتها وتكون لارج وتجي مكمشه. اما الجزء الفوقاني دركا راح نفصل به الامام والخلف. الخلف راح يكون الظهر تاعو مفتوح والامام اكيد مغلق. الظهر باه ندير فيها سنسور. شوفوا معايا بعد ما نحيت حق لي مونش ونحيت حق هذيك الجهه السفليه اللي تجي مكمشه وفيها الكشكشه هذيك، القماش هذاك اللي قعد لي واش راح ندير؟ نحيت منه هنا 41 سنتيم. ثم تنحوا حق الخصر نتاعكم وتزيدوا حق الخياطه، لانه هذا الروب فيها خياطه عند الركبه وخياطه عند الخصر. انا هنا عند الخصر راح نزيد نعوض لها حزام، لانه متره ونصف القماش تاعها ما تكفيهاش، لانه ديجا عندي حق الخياطه تاع الركبه وحق الخياطه هنا نتاع الخصر. والموديل تاعنا كيما شفتوا عند الركبه فيه هذيك الكشكشه خارجه على برا، يعني 2 سنتيم جايه خارجه على برا راح تدي لي القماش وينقص لها في الطول. صافي هنا راح نعوض لها بحزام هنا في النص بين الجهه تاع الخصر والجهه السفليه. هذه الجهه اللي فيها 41 سنتيم راح نفصل بها الامام والخلف، كل الجهه وحدها. وعندكم هذه الجهه راهي قماشي هنا البنات مطوي على 4 كيما راكم تشوفوا. عندكم الجهه هذه راح نحي منها من هنا نقص فيها 30 سنتيم باه تجيني صغيره ونقدر ندير الكشكشه بالقماش هذاك اللي جاي من تحت. كما قلت لكم هنا نزيد نوضح لكم مليح، هنا القماش نتاعي اللي قعد لي كي نحيت منه حق الذرعين نص. انا هنا عندي 2 مترات و70 راح نحي منها 60 سنتيم. وعلاه؟ هذاك الطرف اللي من جهه الركبه من تحت ندير به الكشكشه لازم يكون كبير على الجهه العلويه على الاقل ب 60 سنتيم باه يكفيني ندير كشكشه تكون باينه مليح في الموديل. يعني هنا راح نحي 60 سنتيم. كي يعود القماش نتاعكم مطبق راح تنحو 30. انا هنا القماش تاعي مطبق على 4، كي يكون مطبق على 2 راح نحي 60 سنتيم، كي طويته على 4 البنات راح نحي 30 سنتيم. شوفوا هنا راني بعد ما قصيته عندي الجهه المغلقه راح نديرها للامام والجهه المفتوحه راح تكون تاع الظهر. كما تلاحظوا ثاني هنا منطقه الخصر راني مفصلتهاش لاني هنا راح ندير لي بلي. صافي انا هنا واش راح ندير؟ كما شفتوا في الفيديو اللي فاتوا سيرتو اللي تبعوني ديما، راح نحط القماش جهه عند جهه والزايد هذاك راح نديرو تكماش، نديرو لي بلي لي جو هكا. هذه المرحله كي نوصلها راح نوريها لكم مليح. انا دوك راح نفصل الجهه العلويه، نبدا بالامام من بعد الظهر. شوفوا معايا هنا راني طبقت القماش تاعي على 2 باه نفصل الجهه نتاع الامام. عندكم الكتفين تاعها درت لها 40 سنتيم، طويتها على 2 وزدت 1 سنتيم حق الخياطه. هنا الفتحه نتاع الرقبه من هنا درت فيها 7 سنتيم وهبطت ب 6 سنتيم باه ما تجينيش مفتوحه ياسر. الابط نتاعها هبطت ب 23 سنتيم لانها جايه شوي بصحتها باه ما تجيهاش البلاصه هذه ضيقه. هبطت ب 23، عينت المنتصف تاعها 23 هذه خط مستقيم، عينت المنتصف تاعو ودخلت ب 1 سنتيم، زدت هنا عينت المنتصف وجيت هنا
الخط هذا تاع الكتف هبط باثنين سنتيم. من بعد رسمت التحريفة نتاعي تاع الإبط، حطيت قياس الصدر زدت له 1 سنتيم حق الخياطة، الاتساع زدت لها 2 سنتيم. هنا الخصر تاعها كما قلت لكم درت 41 سنتيم. هنا العرض نتاع الخصر عندها 104 سنتيم، أكيد هنا زدت 3 سنتيم حق لي بانس، وزدت 1 سنتيم حق الخياطة، وزدت ثاني حق الاتساع. لي بانس تاعي هنا هبطت من خط الصدر ب2 سنتيم، المسافة بين الحلمتين درت لها 12 سنتيم. من بعد رسمت خط مستقيم درت على كل جانب 1.5 سنتيم، ورسمت البانس تاعي. هذه كانت الجهة نتاع الأمام. شوفوا معايا هنا، راني حطيت الأمام على الجهة المفتوحة نتاع الخلف، خليت مسافة 1.5 سنتيم باه ندير فيها الخياطة تاع الظهر والخياطة تاع السنسور. هنا شوفوا معايا هنا السنسور. البنات ديما نعطيكم نصيحة، إذا كانت منطقة الخصر تاعكم تفوت 40 سنتيم لازم تشرو سنسور انفيزيبل يكون فيه 60، خاطر هنا المنطقة هذه تاع الخصر راح تجيك مزيرة، العرب تاعك ما تدخلكش حتى ودرتي سنسور. لازم السنسور تاعك يكون تحت المنطقة تاع الخصر، لأنه المنطقة هذه تكون واسعة، القماش فيها وافي، هكا باه تضمني العرب تاعك تجيك. المهم هنا عندي نفس القياسات، الاختلاف تاعي هنا درته في الرقبة تاع الخلف درت فيها 3 سنتيم عكس الأمام اللي هبطت فيها ب6 سنتيم. كما قلت لكم خليت مسافة 1.5 سنتيم تاع خياطة الظهر. شوفوا هنا بالنسبة للبانس تاع الظهر، عندي خط الصدر ها ونعينته طلعت فوقه ب2 سنتيم، ورسمت خط مستقيم. المسافة درتها نفسها هي 12 سنتيم، لكن هنا نحيت 1.5 سنتيم هذه وحسبت بعدها 12 سنتيم باه ما يكونش عندي خلل هنا في القياسات نتاعي. من بعد رسمت لي بانس تاعي، الجوانب تاعهم فيهم 1.5 سنتيم على كل جانب، يعني البانس تاعي فيها 3 سنتيم. بشكل الباترون العادي هنا مش راح ندير لها كشكشه، راح يجي منش عادي. شوفوا المسافه هذه من هنا راهي عباره على عرض الذراع تقسيم 2 زدت له حق الخياطه وحق الاتساع، من هنا لهنا طلعت ب16 سنتيم. من بعد عينت طول الذراع، هنا دوران المعصم درته كبير، راح ندير لها من هنا راستيك باه تجي هذه البلاصه مكمشه. من هنا ثاني راح نطلع بمسافة 10 سنتيم حتى 15 سنتيم، راح ندير هنا ثاني أشرطة فيهم كشكشة يلصقوا هكا على برا، من هنا ثاني راح ندير لها هذاك اللاستيك. نوريلكم المراحل تاع الخياطة كيفاه درت باه ما يجيكمش الفيديو طويل ياسر. كما تلاحظوا هنا راني درت لي بلي تاعي، لصقت هذاك الحزام اللي يجي في النص، ودرت لي بانس تاع الجهة تاع الأمام العلوية. شوفوا هنا اول حاجه جبت الطرف تاعي تاع الامام، درت هنا كفه على مره واحده خاطر القماش تاعي راهو ما يتسمسرش، يعني جيده ما راح يصرالو والو، درت غير كفه واحده. من بعد ثاني مرحله خيطت لي بانس تاوعي. من بعد ما خيطت لي بانس زدت جبت القطعه هذه اللي درتها هنا كل حزام لصقتها. من بعد واش درت، جيت هنا على الجهه الخارجيه شتو وين كاين لي بانس هذو، درت هنا خط بالاخضر بالطبشور، زيد درت هنا باه نقدر نحدد البلاصه تاع لي بانس تاعي هذو ونحدد لي بلي هذو وين يجو. هنا لي بلي راهي العمليه سهله، خلاص تجيبوا الطرف تاعكم هذا على الجنب تلصقوه في هذا الجنب بليزي بانجل، تزيدوا الهيف بليزي بانجل وتلصقوا المنتصف مع المنتصف تاع الجهه العلويه مع السفليه، والقماش هذاك اللي زايد منه من ديروه هنا تكماش ولا بلي كما راكم تشوفوا بلي من هذا النوع. راني درتها جايه قد قد تحت البانس تاعي باه يكون كاين تناسق في الخدمه. شوفوا نفس العملية اللي درتها للأمام درتها للخلف، كما تلاحظوا هنا لي بانس تاعي راهو جايين متنسقين مع لي بلي اللي جاية لتحت، جاية كيف كيف. عندكم هنا الفرق أنه الظهر فيه خياطة، أنا دوكا هنا قفلت الخياطة نتاعي من شق لشق وخليت مسافة مندير السنسور تاعي، كما تلاحظوا راهو يجي تحت الخصر هكا باه تجي البلاصة هذيك عريضة وتقدر تدخل لمولاتها. نجو هنا عند ليمونش، هذا هو الموديل تاعها.
انا حسبت من هنا من الحاشيه هذه حتى الفوق 20 سنتيم ودرت الشريط هذا. الشريط هذا العرض نتاعو فيه 4 سنتيم، ما تكبروهش ياسر باه ما يجيكمش الشكل تاعو مش مليح. انا بقى لي هنا ندير لها هنا على الحاشيه من تاع لي مونش ندير لها لاستيك باه يزيد يتكمش. انا دوك راح نلصق الامام والخلف مع بعض ونزيد نلصق لي مونش تاوعي ونزيد نخيط الجوانب نتاع لا روب، ويبقى لي هذاك الجزء السفلي اللي فيه الكشكشه. هاي هنا راني لصقت الامام والخلف الكتاف مع بعض، زدت لصقت ليمونش تاعي. انا هنا واش راح ندير؟ شوفوا نفس هذاك الترشيف اللي درته في ليمونش راح نديره من هنا على الصدر وعلى الظهر. انا هنا هبطت من الرقبه ب 16 سنتيم، هنا نطراسيت بالفير، زدت من هنا لهنا 16 ورسمت هكذا شغل دائره من هنا كامل. نفس القياس هذا درته على الظهر. الشريط نتاعي هذا في العرض تاعو كيما قلت لكم فيه 4 سنتيم، اما الاستعمال انا قصيت مجموعه من الاشرطه راح ندير. اذا قعد لي زايد نورمال، المهم انا ما نتخصش لانه قعد لي طراف تاع القماش قصيت منهم هذه الاشرطه. شوفوا الموديل بعد ما درت له هذاك الشرشفه اللي في الامام ونفسها درتها في الظهر، دوك نوريها لكم. هاي لكم من هنا هنا في ليمونش بقى لي غير لاستيك نديرو لها من البلاصه هذه باه يزيد يتكمش هنا. من بعد بقات لي المرحله الاخيره واللي هي لصق هذا الطرف السفلي تاع الركبه اللي راح تجي فيه الكشكشه. بعد ما نلصقو كيما هكا يكون الموديل تاعنا كمل. دوك راح نلصقو من بعد نوري لكم النتيجه النهائيه. هاول ليكم الموديل بعد ما كمل. انا لصقت له هذيك الشرشفه تاعو ودرتها جايه هكا خارجه على برا. الموديل هنا راهو كبير على المانكا تاعي، راهو كبير ياسر مش راح يبان. ان شاء الله يعجبكم البنات والشرح يجيكم واضح. اللي عندها اي استفسار تخلي لي كومنتار وان شاء الله راح نجاوبها عليه. ونشكركم على المتابعه نتاعكم.